السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة نورة بيوتي. معكم نورة. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نبارك لكم عواشركم اللي تحط الفيديو اليوم. مبروك عواشركم. اليوم ليلة القدر عند المغرب، في المغرب كاينه ليلة القدر يعني، وحنا فرنسا كانت البارح. كنتمنى تدخل عليكم بالصحة والسلامة ويكون صيامكم مقبول وينولنا الله العيد، لا فاقدين ولا مفقودين. فوالا الفيديو ديال اليوم بغيت نهضر على ثلاثة نقاط. اول نقطة بغيت نهضر عليها في الفيديو وهي التلقيح. التلقيح الان اصبح متوفر للجميع هنا في فرنسا، بيان سور بشروط. التلقيح كما كنتو عارفين انه كان غادي بكاتيجوري يعني غادي، وحاليا كانوا واقفين في لاج يكون عندك ما بين 55 عام والفوق. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان خطب وقال مثلا ان نهار اثنين غيولي من اللي عنده 50 عام والفوق يقدر يمشي باش يدير التلقيح. كذلك كنعرفوا ان فئه منهم انها يقدروا يديروا التلقيح بحال الناس اللي خدامين في الصحه، الناس اللي مراض، بيان سور كبار السن. ولكن حاليا ولا واحد الجديد هنا في فرنسا. الا كنتي انت باغي دير التلقيح او عندك زعما فكره انك باغي دير التلقيح، بعيدا عن ان واش انت مع التلقيح او ضد التلقيح، حيت كاينين الناس اللي باغيين يديروا التلقيح وكاينين الناس اللي ما باغينش يديروا التلقيح. يعني هذه كتبقى حريه شخصيه وكتبقى يعني شي حاجه اللي تخصك انت، سيرتو مثلا الناس اللي كاينين في فرنسا. انا فرنسا ماشي دايره اجباريه التلقيح، هو التلقيح شيء اختياري، يعني الا بغيتي ديرو تمشي ديرو. ولكن كاين واحد المشكل، لانهم كيقول لك ماشي اجباري ولكن كما كيقولوا كيحطوا لك العقده في المنشار، يعني كتولي انك ما تقدرش تسيركيلي، ما تقدرش تسافر، غتولي بشروط ضروري. حاليا باقي ما داش الاتحاد الاوروبي باس ديال الفاكسان، يعني ضروري يكون عندك هذاك الباسبور ديال انك داير الفاكسان ديالك. تي كي ناقشوا الفكره باغين يديروها، بعض الدول باغين يديروها، المهم ما كيناقشوا الفكره حاليا، مازال ما طبقوهاش. هو فالناس كيتخلعوا من هذا الشيء، كاين اللي مخايف يقول نو انا راه باغي نسافر، ما يمكنش ليا ما نسافرش، باغي نمشي لبلادي، باغي نشوف اهلي، فتيقولوا احسن ندير التلقيح. وكاين اللي ما باغيش، باغي يبقى ما يديرش التلقيح. المهم حاليا في فرنسا يمكن لك دير التلقيح واخا يكون عندك من لاج 18 عام، ولكن بشروط اللي هما انك خاصك تكون يا عندك يا تكون عندك شي مرض، مرض زعما امراض بحال يكون عندك مرض ولا شي امراض بحال مثلا القلب ولا السكر ولا كتعاني من طونسيون ولا السرطان الله يحفظ. يعني كاع الناس اللي عندهم هاد الامراض واخا يكونوا من لاج 18 عام فما فوق عندهم حق يمشيو ياخذوا رونديفو باش يديروا التلقيح. دابا نشوفوا الناس العاديين، الناس العاديين اللي باغيين يديروا التلقيح واخا عندهم 18 عام واخا ما عندهمش امراض ما فيهم حتى حاجه ولاج ديالهم صغير، يعني من 18 عام الفوق، يعني ماشي واصلين ل 50 عام، حتى هما يقدروا يديروا التلقيح. ولكن كيفاش غيديروا؟ غيديروا في لي سونتر، كاينين في كل فيل كاينين دي سونتر دو فاكسيناسيون اللي يمكن لك تمشي دير التلقيح تما. اشنو خاصك دير؟ خاصك اول حاجه تمشي مني كيساليو هاد لي سونتر دو فاكسيناسيون، تيقربوا يساليو الخدمه ديالهم، يعني بحال الخمسه سته، يعني غتمشيو على حسب كل مدينه ريجيون انت فيها تشوف السونتر ديالك معاش كيسالي. دابا اغلبيه راه كيسالي قبل من السبعه، حيت السبعه كاين الحجر الصحي، يعني السبعه كيسالي. دونك غتشوف مثلا السونتر دو فاكسيناسيون ديال ريجيون ديالك ولا فيل ديالك فين اشنو معاش كيساليو. علاش غتشوفو؟ لانهم ديك الساعه ملي كيسالي وكيشيطوا ليهم واحد الجرعات، هذوك الجرعات ديال الفاكسان ملي كيشيطوا ليهم كيمشيو للمزبله، يعني كيتلاحوا تيولي هنا ضايع، كيضيعوا. علاش؟ لانهم ما خرجوا ما يقدروش يرجعوهم، صافي كيفسدوا، يعني خاصهم ديك الساعه يتلاحوا، يعني خاصهم يدارو ديك الساعه يمشيو يتلاحوا، يعني ما خاصهمش يبقاو. فلذلك هما عوض يمشي يعني تبدير كيتسمى هذا ويولي ضايع، هنا كيجي انه اللي بغى يدير التلقيح واخا انه ماشي شروط ديالو انه عنده قل من 50 عام وما فيهش تمرض، غيمشي غير يمشي
في الاوقات اللي كيكونوا سالاو الخدمه ديالهم، لان علاش كيشيطوا يوم ديك الجرعات؟ كاين شي واحد مثلا تيكون داير رونديفو باغي يمشي يدير فاكسان، كي مثلا حتى لاخر دقيقه كيعاود يفكر ما كيبغيش يمشي يديرو، يعني كيتراجع في اخر دقيقه، كاين شحال من واحد. المهم هما كيوقعوا في انهم كيشيطوا ليهم هاد الجرعات. هاد الشيء تقريبا في لي فيل كامل في فرنسا الا باري، قالك باري لا، لان باري هذاك الشيء كامل كاع الجرعات تقريبا كي ياخذوها اللي باغي يديرها. دونك اللي باغي يدير الفاكسان ومستعد يديرو يمشي يديرو، يعني راه حاليا عنده هذه الامكانيه انه يديرو. وحاجه اخرى انه فقط مثلا مشيتي كيفاش خاصك دير، مشيتي مثلا اليوم مع الخمسه ولا السته معاش كيسد كي معاش كيسالي هما الخدمه ديالهم هذاك السونتر دو فاكسيناسيون، تقدر ديك الساعه كتمشي كتقول لهم راه بغيت ندير الفاكسان. ديك الساعه الا كان عندهم شايط كيقولوا لك فوالا اجي تيديروا لك الجرعه الاولى، والجرعه الثانيه كيعطيوك رونديفو باش تجي ديرها. سينو ما لقاوش هذاك النهار ما كانش شايط ليهم كياخذوا سميتك بحال هكا كيعطيوك رونديفو كيقعدوا الغد ليه دوز عندهم، الا شاط ليهم ثاني اللي تتكون انت من الاولوي الاول، يعني لي بروميير اللي تقيدات سميتك فكيعطيوها لك انت الاول. فإلا ما كانش ثاني الغد ليا كتعاود ترجع الغد ليا، يعني بحال هكا يوميا يوميا تتلقى تتلقى الجرعه ديالك راه كاينه. هادو في حالات الناس اللي باغيين يديروا التلقيح، كنعاود نقولها اللي باغي يدير التلقيح، هنا ماشي اجباريه التلقيح، هنا فقط قدر نقولوا عقده في المنشار كما قلت لكم، لان كتولي تشوف تقول لما درتش الفاكسان كيفاش ما غنسافرش ما غاديش نديبلاصا. دابا ولاو كيفكروا حتى يقولوا حتى اللي مثلا البلايص اللي تيكونوا تيجيهم الناس عامرين كيدخلوا عامرين متاحف ولا سينما ولا شي حاجه، تيفكروا ان خاصك تكون داير الفاكسان، يعني تعطيهم هذيك السيرتيفيكا كوم كوا راه داير الفاكسان ماشي غير البي سي ار ولا، يعني كيفكروا بحال هكا. يعني هادشي علاش كيولي تخوف ان تقول واش ندير الفاكسان احسن ليا، لان هما كما قلت لكم ما دايرينش اجباريه التلقيح، ولكن تيحطوا العقده في المنشار، يعني تيقولوا لك ما بغيتيش دير التلقيح خد راحتك هانيه ما ديرش التلقيح، ولكن راه ما غاتمشيش لهاد البلاصه وما غاديرش هاد الحاجه وما غاتمشيش هنا وما غاتسافرش وما غاتعرفش. ايوا انت كضطر تقول اختياريه التلقيح بلا اختياريه، يعني راه ما عندك ما دير. فوالا هادشي اللي كان في هاد الموضوع ديال الفاكسان، نتمنى نكون شرحت لكم مزيان، الا كان عندكم اي تساؤل خليو ليا. دابا ندوزو للنطاق الثاني اللي هو حنا دابا في نهايه تقريبا الشهر رمضان الكريم قرب يسالي، وبالتالي العيد قرب، الناس كتسول العيد امتى. تقريبا هنا في فرنسا نهار ثلاث، نهار ثلاث مع 6:30 ديال العشيه غادي يقدروا يعلنوا على العيد واش غيكون الاربع او الخميس. من نهار الثلاث مع 6:30 غيعلنوا على الخبر. ومني كنقولوا العيد ما كنساوش نقولوا زكاه الفطر، ضروري من زكاه الفطر. فزكاه الفطر لهذا العام تحدات، هنا نعاود نقول لكم في فرنسا تحدات تحددت اي حددت انا ما عرفتش تحدات كيفاش تحدات. المهم تحدات ب7 اورو، يعني القيمه الماليه 7 اورو. في المغرب تحدات تقريبا القيمه الماليه 15 درهم. دونك راه ماشي يقول واحد نوره في المغرب تحدات 15 درهم، نورمالمون كل واحد يمشي على البلد المقيم فيه. يعني انت دوزتي رمضان في فرنسا غاتي تعطي 7 اورو للشخص، وفي المغرب 15 درهم للشخص. وهذه كتبقى زكاة، زعما زكاة شرعية، زكاة بينك وبين الله ضروري بعد ما كنصومو شهر رمضان كنزكيو على هذاك الصيام ديالنا، الله يتقبل منا والله يتقبل منا صيامنا والقيام ديالنا. ونتمنى لكم عيد سعيد، من هنا كنقول لكم عيد سعيد، ووجدوا لي الحليوات، وجدوا لي راسكم، البيسات الدراري الصغار ضروري كنحاولوا نفرحوا بالدراري الصغار، واخا سي دوماج ان كلشي بسدود فرنسا باش
تشري ليهم حويجات وتعيدي معاهم، لانهم خاصنا ضروري نعيشوا هادو هما الاعياد ديالنا. عندنا جوج اعياد، عيد الفطر وعيد الاضحى، خاصنا سيغتو الناس اللي في الغربه انهم يرسخوا هاد الاعياد الاولاد ديالهم باش يكبروا على الدين ديالنا، حيت صعيب واحد يكون في المهجر ما كيتقيدش بالتقاليد ديال البلد ديالو والدين ديالو، سيغتو في هاد الاونه الاخيره. ولكن خاص الواحد يدير حنايا، نديرو هذاك الجو، نوفروا داك الجو ديال العيد للاطفال ديالنا باش يكبروا فيه، باش هكذا يترسخ ليهم في الدماغ ديالهم. فوالا، كما قلت لكم هنا كلشي مسدود في فرنسا، سي دوماج، ولكن راه كاينه امكانيه انك تاخذ اونلاين. دابا الحمد لله على امكانيه اونلاين، غير الواحد خاصو ياخذها قبل شويه. فوالا، هادشي اللي كاين حتى لهنا. وصلت نهايه الفيديو، نتمنى نكون كنت ظريفه خفيفه عليكم. الى فيديو اخر، خليت لكم راحه. باي باي، سلام عليكم.